متر مها شتيلة، أكيد أهلا وسهلا فيك بالبرايفت ماجازين. وهيك يا ريت شوي بتخبرينا، أنت حضرتك كنت مرشحة قبل للانتخابات النيابية، شو الهدف كان بوقتها من ترشحك؟ يا هل ترى قضية المرأة، قضية العدالة اللي عم نعيشها، شو الهدف اكزاكتلي من ترشحك؟ أهلا وسهلا فيك. أول شيء طبعا ترشحي هو إثبات لقدرة المرأة بالحقل السياسي، هاي من ناحية. ومن ناحية تانية طبعا إحداث تغيير إيجابي بالمجتمع، خاصة إنه المرأة لها دور أساسي بهالمجتمع وأثبتت جدارتها بهالمضمار. نعم، تعتبري نحن هون بلبنان المرأة اخذت حقها؟ بلبنان هو خلينا نبلش انه الانسان هل اخذ حقه، بعدين عم نفوت على التفاصيل. الانسان نعم مش اخذ حقه بهالبلد، بس هي المرأة اثبتت جدارتها. يعني اذا بتروحي على القضاء في كتير قضاة يعني جديرات، وكمان بالسياسة كمان يعني كان في عنا تجارب ناجحة مش غلط. نعم. قد ايه نحن اليوم الجسم القضائي بخير؟ جسم القضاء مش بخير، اكيد مش بخير، ومن زمان مش من هلأ. يعني نظرا لعدم استقلالية القضاء، يعني إذا ما في استقلالية قضاء ما حيكون الجسم القضائي بخير. هلا على صعيد فردي أكيد بنلاقي نحن قضاة جديرين ومستقلين وبيطلعوا أحكام فعلا يعني بتستحق تكون باسم الشعب اللبناني، بينما بالمقابل كمان في قضاة لا ما خصهم بالموضوع. يعني بس ما فينا نحن ناخذ بعض القضاة ونشوه سمعة الكل. نعم، يعني حضرتك إذا مثل ما عم نقول القضاء مش بخير، يعني البلد مش بخير. أكيد طبعا إذا أنت بدك تدمر بلد دمر القضاء، هذا اللي حاصل هون. طيب ولوين؟ نحن لوين بعد رايحين؟ ما شكله رايحين لمطرح منيح، يعني ما المؤشرات كلها ما بتقول هيك. هي اللي صار امبارح، يعني شو صار؟ شو برأيك اللي صار؟ على شو يعني بدل؟ هيدا محاولة لفتنة داخلية، ويعني بيعبر عنا نحن قديش نحن مهيئين لهيك فتن، يعني وقديش نحن بنصطف ورا شعائر وشعارات وطائفية بتهدم البلد بتهدم المجتمع، وهذا مين المستفيد؟ أكيد العدو الصهيوني، عنا عدو غيره لا يعني. أكيد. معقولة بعد برأيك تتطور القصة؟ معقولة ننجر لفتنا نحن؟ ما حدا بيعرف. هلا هو هيدا بدك تشوفي كمان، يعني الوضع مش بس داخل، الوضع بدك تربطيه بغزة وفشل الصهاينة بغزة، وبدهم يفتشوا على مطرح يحققوا نجاح فيه. وأحسن طريقة يحققوا نجاح هو يعمل يعني فتنة داخلية وحرب أهلية، وشكلنا نحن هيئتنا يعني أرض خصبة لهالشي. عندك طموح اليوم كمان تترشحي على مركز نقيب المحامين في المستقبل؟ ما غلط، بس أنا بفضل مركز، يعني هذا مركز نقيب المحامين هو بيعتبره أهم وأعلى مركز طبعا كونها مهنتك. كونه مهنتي طبعا، بس انا بفضل روح سياسي اكثر، لانه النقيب ما لازم يكون، يعني لازم يكون على صعيد وطني، بينما السياسي موضوع اخر. بتحسي إذا وصلتي لم إكس من المراكز السياسية رح تقدر تحقق التغيير أو الخرق تخرقي بمطرح معين اي بقدر لحالك؟ قد ما فينا. حلو. لبنان شو ناقصه اليوم؟ ناقصه انه نحن نطلع من الطائفية، من النظام الطائفي، ناقصه كل شيء لبنان. يعني نحن بس أهم خطوة ناخدها هي نطلع من النظام الطائفي واستقلالية قضاء. يعني بلد بدون قضاء مستقل ما بيمشي، وبلد في استطافات طائفية وتجيش طائفي كمان ما بيمشي حاله. نعم 100%. ماتر قديش اليوم حالات الانتحار عم تتزايد ولشو بعود أسبابها؟ هلا في عندك الوضع الاقتصادي، في عندك تفشي المخدرات، هيدي اللي بتدمر الشباب والعوائل كلها سوا يعني، والوضع النفسي طبعا للعالم. يعني هذا مش حالة طبيعية نحن عايشينها بلبنان، يعني كل حدا بيروح لبرا بشوف انه نحن وين عايشين لما يرجع، نعم. مش حالة طبيعية ابدا. هل لبنان قادم على حرب؟ ممكن كل الاحتمالات مفتوحة، ما فينا نخمن، كل الاحتمالات مفتوحة. يعني ممكن تكون التهديدات الإسرائيلية جدية بظن بحرب بشن حرب على لبنان؟ بظن ايه ممكن وهل ممكن، بس ما فينا نجزم، ما فينا نجزم. يعني كل شيء مرتبط بغزة. هلا هي عم فتش مثل ما قلت من شوي على مطرح تحقق فيه نجاح، لأنه هنيك فشلت بكل شيء، فشلت بأهدافها، نعم فقد يكون لبنان بالنسبة لها هو مطرح تحقيق أهداف. نعم وبعيد الفطر بشو بتحب تنهي برسالة للبنانية وتعايديهم على طريقتك الخاصة؟
أكيد يعني بتمنى إنه العيد الجاي يكون أحسن وتكون الوضع الاقتصادي أضبط والأمن والأمان والاستقرار أحسن والعفة والمحبة تجمعنا. إن شاء الله خير وميرسي ماتر على هذا اللقاء، وأكيد بنتمنى لك إنك توصل، بنتمنى لكل امرأة ناشطة إنها توصل وتقدر تغير. ميرسي شكرا. يا حبيبتي، وأنا كمان بتشكرك.